عموما معلش خلينا نرجع للكرة مرة تانية. والله ده ايه المكالمة الجميلة دي يا نجم النجوم الكابتن احمد حسن، عميد لاعبي كرة، لعيب عميد لاعبي كرة القدم في العالم. يا نجم النجوم كابتن اسلام، ازيك عامل ايه؟ ازيك يا حبيبي؟ ربنا يخليك، وطبعا مبروك ليك ومبروك لكل جماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته واللعيبه والجهاز الفني، مجهود كبير طبعا. واعتقد اني يعني اعتقد ده يستحقه النادي الاهلي، اني زي ما انت كنت بتتكلم دلوقتي، هو في حاجات كده، في حاجات بتبقى هي سمات البطل، واعتقد النادي الاهلي يعني بيتسم بسمات البطل، ومهما كانت الامور حتى ولو بتبقى صعبه في الاول، ولكن هي دي المتعه، انك انت مع الصعوبه دي انك انت تقدر تحقق بطوله. واعتقد كمان ان البطوله دي بالاخص ليها طعم خاص عند جماهير النادي الاهلي، لان يمكن كان في تعصب في الاول، ولكن المواهب زي ما انت قلت بتاعت النادي الاهلي، واني الفرق المتماسه اللي بتعرف تجيب بطوله حتى وفي اصعب الظروف، انا اعتقد يعني دي من مميزات النادي الاهلي. ويمكن بعد ما النادي الاهلي عدى الادوار المجموعات، انا قلت ان النادي الاهلي لو وصل الفاينل هيحصل على البطوله، لاني انا اعتقد ان النادي الاهلي متميز بالحصول على البطوله. ف مبروك للجميع، وبطوله اعتقد ان هي فرحت كل جماهير النادي الاهلي، ويمكن كنت سعيد جدا جدا بالتواجد. حضرت انت المباراه الاولى اعتقد هنا في الاستاد، مظبوط؟ مظبوط مظبوط، في القاهره المباراه يعني. الاولى كنت مظبوط مظبوط المباراه الاولى كنت موجود في الاستاد، وخليني من خلال برضه قناه النادي الاهلي اشكر الجميع على الاستقبال والحب اللي انا شفته في الاستاد صراحه، وحتى في يوم مباراه السوبر كمان لما كنت في الامارات. فبصراحه مباراه كانت كبيره جدا، جمهور مسانده غير عاديه والله يا اسلام. يعني انا يمكن كنت موجود في الملعب، في ناس على السلم مش عارف تشوف المباراه حتى، عمالين يسالونا النتيجه، طب الكوره دي الهجمه دي ايه، طب الهجمه دي خلصت، يعني الناس واقفه على السلم مش عارفه تشوف من مساندتها بالزبط. وحبها. واعتقد ان كان ليهم دور كبير في مسانده اللعيبه، وكمان احساس اللعيبه بالجمهور، لان هو شاف ده في المباراه الاولانيه. واعتقد ان اللعيبه والجهاز الفني قدموا مباراه، كمان مباراه العوده مباراه كبيره جدا 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 تكتيكيا وفنيا، لان يمكن انا قبل المباراه قلت لسه كنت هقول لك، انت على انستجرام كمان كنت من يعني او كتبت ان النادي الاهلي انت احساسك ان هو هيفوز بهذه البطوله، انا فاكر صح او بقول صح؟ صحيح، يمكن كان ليا بعض المداخلات، وقلت ان انت وانت مسافر بتقول انا النادي الاهلي، انا اللي اتعمل لي حساب، يعني فانا اللي كسبان المباراه اللي هنا، انا فنيا افضل، والنادي الاهلي على فكره فنيا افضل من فريق الوداد. صحيح. ويمكن انا قلت ان المباراه دي لازم يتم التعامل معاها نفسيا مش فنيا، لان فنيا النادي الاهلي افضل، وده اللي شفناه على ارض الملعب. مباراه المغرب تقصد هنا؟ الوداد هناك. المغرب يعني، اللي هي المباراه اللي في المغرب. مباراه العوده. مباراه العوده. لان انت الضغوط اكتر كانت على فريق الوداد، فريق الوداد هو اللي مطالب ان هو صحيح يجيب هدف عشان يرجع للقاء. انما خلينا نقول ان تعامل كولر وتعامل اللعيبه فوق الممتاز، ومن قبلها طبعا مجلس اداره النادي الاهلي، لان انا في جزء مهم جدا كان لازم الناس، يعني النادي الاهلي ما وقعش في الخطا اللي وقع فيه الموسم اللي فات لما بدا يصفر احنا ومشكله وهنقابل مشاكل وهنقابل ازمات وتحكيم وكله هيبقى ضد النادي الاهلي. انما المره دي اللي انا شفته لا، ان احنا رايحين يعني ان احنا هنواجه كل الصعوبات دي، بس في النهايه انا بطل، انا لازم اواجه كل الصعوبات دي ولازم اكسب. وده اللي حصل، وشفت كان في دعم كبير جدا جدا حتى من الجمهور كله، اني خلاص احنا مش هنلتفت لاي عوائق. صحيح. ولا هنلتفت لاي صعوبات، احنا هنلتفت لحاجه واحده بس. ان انت رايح كسبان، انا كمان اقدر ان انا اكسب هناك، واقدر ان انا اتعادل هناك، او على الاقل اخرج بالمباراه ان انا احقق البطوله. لاني في الاول وفي الاخر انت كنت رايح كسبان، وهو اللي عليه ضغوط، هو اللي محتاج يعوض، مش انت اللي محتاج تعوض. وقدر النادي الاهلي على فكره، كان ممكن النادي الاهلي على فكره يخرج المباراه دي كسبان كمان، يعني لو في اخر ربع ساعه، في اخر ساعه لو كان في شويه تركيز، انا اعتقد ان كان قدر
النادي الاهلي يفوز. وسيبك برضه من الناس اللي بتقعد تتكلم وتقول لك ان النادي الاهلي ما قداش، النادي الاهلي لعب بروح العاليه والنادي الاهلي لعب مش عارف، هي جزء من كره القدم الروح العاليه، ولكن بالظبط الامور التكتيكيه دي مع الاسف يعني لما تكون في ناس تطلع تتكلم بسهلوه اهلا وسهلا، انما تتكلم في امور تكتيكيه لا، هم ابعد من ان هم يتكلموا في الحاجات دي، لان انا بقول لك صحيح اللي وصل لمباريات نهائيه واللي اتحط في الضغوط دي هو واللي عاش المواقف دي هو اللي يقدر يحس المباريات دي ازاي بتتلعب. لو جيت بصيت على مانشستر سيتي وانتر ميلان مثلا، هل المباراه اللي شفتها هي مباراه ممتعه للدرجه دي؟ خالص. ان فريق مانشستر من اقوى، مانشستر سيتي اقوى الفرق اللي موجوده في العالم خالص. انما هي في مباريات هي لازم اشتغل فيها بالشكل ده. يعني انت عاجبك الاداء اللي عمله كولر يعني، او انت عاجبك كولر بصفه عامه؟ يعني انا بتفرج عليك في اون سبورت الحقيقه، وانت بتحلل دايما بتتكلم على كولر بشكل ايجابي، يعني انا عارف ان انت لما يبقى عندك حاجه بتقولها يعني ما بتقلقش من حاجه، لكن انا دايما بشوفك بتتكلم عن كولر وعن التكتيك بتاعه تحديدا بشكل جيد. خليني اقول لك انه الراجل عمل بعض الحاجات المهمه جدا جدا مثلا. اول من ضمن الحاجات اللي عملها ان هو بقى عنده 20 لعيب كلهم جاهزين شبه بعض، ما فيش اي اختلاف، كلهم جاهزين، مين هيغيب عنده البديل موجود. ويمكن شفنا كمان مصطفى شوبيه النهارده حتى لما اتحط في موقف صعب جدا 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 يعني اثبت ان هو حارس مميز، واثبت ان هو مستقبل للنادي الاهلي، ما حسيتش ان في مشكله يعني رغم غياب الشناوي كان يقلق كل جماهير النادي الاهلي لاني اثبت وجوده بشكل كبير. لما تيجي تبص على كل المراكز اللي موجوده، لا المراكز اللي موجوده كل الناس دلوقتي بقى في منافسه، وبقى كل الناس بقت موجوده دلوقتي كله خايف على مركزه، فبالتالي كل اللعيبه ما فيش اي اختلاف، مستوى واحد، حسين الشحات موجود، عبد القادر موجود بيستوى الناحيه الثانيه، طاهر محمد طاهر قدام محمد شريف، كهربا في نص الملعب، ديانج مع حمدي مع السليه مع مروان عطيه اللي هو يعني بيثبت ان هو لعيب من اللعيبه اللي هتبقى ليها مستقبل كبير سواء مع النادي الاهلي او المنتخب. نفس الحكايه بالنسبه للمدافعين. الحاجه الاهم والاهم جدا 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 ان راجل واقعي، ان راجل بيقرا كل ماتش على حسب انا الماتش ده احتياجاتي ايه فهلعب بالشكل ده، الماتش ده احتياجاتي هلعب بالشكل ده. جزء مهم تاني دايما كنا دايما النادي الاهلي كان بيعاني منه في المواسم السابقه اسلام، ان هو ارهاق اللعيبه واجهاد اللعيبه، ده انت ما حسيتش بيه مع كولر. لا هو عامل روتيشن بشكل حلو جدا جدا، الفرقه مش متاثره، اللعيبه كلها واقفه على رجليها بدنيا بشكل كبير جدا جدا، رغم انت بتتكلم على نهايه موسم، انما انت شايف اللعيبه كلها واقفه على رجليها بشكل كويس قوي قوي قوي، مفيش حته الاجهاد اللي كان دايما بيعاني منها النادي الاهلي مع نهايه الموسم من كثره الماتشات والبطولات لا ليه؟ لان هو قدر ان هو يعمل روتيشن، ريح اللعيبه بتاعته بشكل كويس، دخل لعيبه، خلى في لعيبه موجوده ما فيهاش في مشكله. انت متخيل على الرغم من الكلام اللي انت بتقوله ده كله يا احمد، ولكن هناك البعض بيحاول ان هو حتى الان يعني حتى بعد المباراه النهائيه بيحاول البعض التشكيك فيه، يقول لك ايه ما عندوش فكره، يقول لك مثلا واحد زي مروان عطيه ده بيتقال كده فعلا ان هو ما عندوش فكره، وبيتقال على واحد زي مروان عطيه ان هو ما بيعرفش يباصي لورا. انت الاثنين دول تحديدا يعني انت اتكلمت عن كولر او بقالك مثلا خمس دقايق بتتكلم عنه، انت بتقولش مثلا انت بتتكلم ناحيه تكتيكيه، انت بتتكلم عن مروان عطيه لما جه اسم مروان عطيه قلت هيبقى استفاده. لما تيجي حاجه زي دي من واحد بحجم احمد حسن وبخبره احمد حسن اعتقد يبقى الموضوع منتهي. بص يا اسلام هقول لك على حاجه، مروان طبعا انا بالنسبه لي ويمكن اتكلمت عليه واشدت بيه من اول ما شفته، وكان بالنسبه لي مفاجاه يعني انا قبل كده ما كنتش واخد بالي منه، بس بالنسبه لي فعلا لعيب مفاجاه، ويمكن انا في ماتش السوبر اتكلمت معاه وقلت له على بعض النقاط لازم يعملها، لو عملها هو هيبقى من اهم لعيبه نص الملعب اللي جم يعني 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 من اللعيبه القليله، لان هو عنده مميزات كتير، بس طبعا هو بيبقى فيه حته تنظيميه هو بيشتغل عليها اللي بيطلب منه المدير الفني، انما هو عنده اكتر من كده. خليني بس هقول لك على حاجه، يمكن انا قلت لك في الاول ايه، في ناس ممكن تطلع تتكلم وتنتقد وهم بقوا فاهمين دول، يعني عارف انت لو ما عملش كده هو مش هيشتغل صح، لو ما حطش الحته الكوميديه بتاعته يبقى هو مش هيشتغل، هو صح. مش هيطلع اساسا صح. على الشات انت فاهمني، مش كل واحد اتكلم في كوره اسلام بيفهم في الكوره، يعني في حاجات انت عايز تبقى جدلي عشان الناس تتكلم عليك، انما في النهايه هل الناس شايفه ان انت بتستوعب منك او بتاخد منك معلومه مفيده؟ خالص يعني صحيح. خليني اقول لك مش كل واحد قعد النهارده يا اسلام
قدام مايك بقى مذيع، ولا كل أيوة. واحد لبس شورت وفانلة نقدر نقيمه ان هو مثلا يتكلم في الكوره بشكل كويس. انما انا بقول لك في ناس بتتكلم اللي هي مجرد خالف تعرف فقط لا غير، عشان يبقى حاله جدليه، علشان بس عارف انت بقى الترند وينزل الفيديو ده والكلام ده. انما ليه ما يجي يتكلم مروان عطيه؟ انا ما اعرفش طبعا مين قال ان مروان عطيه لعيب عادي، الله اعلم. انما لو هو شايفه لعيب عادي، معلش ايا كان اللي شايف ده. لا احنا لما بنتكلم على لعيبه نص ملعب، من زمان ما شفناش لعيبه بالشكل ده قبل كده. على فكره بمناسبه ان انا لما بتكلم على لعيبه نص ملعب، انا لعبت في المكان ده. لا ده حقك، ده انت احسن حتى امام عاشور لما شفته، حتى امام عاشور كان بيلعب في الزمالك لما صحيح. شفته في وقت من الاوقات قلت من افضل اللعيبه اللي جت في المركز ده، ولو اجتهد ولو اشتغل هيبقى برضه لعيب من اللعيبه المميزين. صحيح. فنفس الحكايه مروان عطيه، اولا لعيب. ايه اللي ناقصه؟ ايه اللي انت قلته له يا احمد؟ يعني انت قلت له ايه في ماتش السوبر؟ والله لما اتكلمت معاه قلت له محتاج يبقى عندك حته التكمله الهجوميه لقدام. أيوة. انت رجليك كمان كويسه، استغل انك انت في وقت من الاوقات انك انت تسدد على المرمى. عارف ليه انا قلت الشوط؟ لان انا عارف ان انت يعني انت من احسن الناس اللي كانت بتجيب اجوان من الشوط، فبالتالي اول حاجه هتقولها هتروح لايه؟ انت هتشوف ان هو بيعرف يشوط كويس، فهتقول له روح شوط كويس. وهو عنده هو عنده دي، وكان في وقت من الوقت بيعمل ده في الاتحاد. بس دلوقتي انت ممكن في الاهلي هو عنده التزامات معينه، وده وضع طبيعي، التزامات من المدير الفني ان هو ملتزم دلوقتي ان هو 6-0. بس ميزه مروان عطيه ان هو مش اللعيب اللي هو 6 مدافع فقط، غير لا هو عنده ميزات كويسه، وعنده رؤيه لقدام كويسه، بصير كويس، كوره بتطلع من رجليه سليمه، عنده التكمله كمان يقدر يعملها. عشان كده انا قلت له في وقت من الاوقات لما يبقى جنبك، يعني في وقت من الاوقات مروان عطيه لو جنبه أليو ديانج يقدر ان هو ياخد حريه، ويقدر ان هو يروح، ويقدر ان هو يكمل. لان انا شايف دايما لعيب نص الملعب مش لازم يبقى يأدي الادوار الدفاعيه وبس. في واحد ممكن ربنا يكون مديله الامكانيات ان هو يأدي الادوار الدفاعيه وبس، يعني شفنا مثلا كان حسام عاشور كده، طارق حامد مثلا نفس الحكايه، هو دور الدفاعي فقط لغير. انما مروان عنده ان هو يعمل الاثنين مع بعض، عنده ان هو يعمل الاثنين مع بعض. فعشان كده يمكن انا اتكلمت معاه في النقطه دي، وهو يمكن قال لي ان في حاجات بتبقى مطلوبه مني، وده وضع طبيعي ان في الاول لازم يبقى الحاجات اللي هي، لان في حاجات المدير الفني بيبقى شايفها انه لازم يكون في التزام. انما كان نصيحتي ليه، لان انا شايف ان هو عنده اكتر من كده، وهيبقى عنده اكتر من كده. والدليل على كده احنا بنكلمك ده في ماتش المنتخب شغال، مروان عطيه موجود رغم ان هو لعب مباراه من 48 ساعه. صحيح. ده يؤكد ان حتى المدير الفني لمنتخب مصر بيتويا هو كمان معتمد عليه بشكل قوي. يعني لو واحد تاني كان قال لك لا ده لعيب لسه جاي من مباراه من 48 ساعه ومباراه قويه جدا جدا نهائي، فهيحه. لا هو عشان ثقته فيه، يعني كمان احنا كمان هنجامل مروان عطيه، الراجل الاجنبي اللي هو جاي هيجامله لو هو صحيح. عنده ثقه فيه، ولو هو متاكد ان هو لعيب عنده امكانيات كبيره جدا جدا. فزي ما قلت لك على فكره الانتقاد ده دايما او الكوميديانات اللي هم بيطلعوا في وقت من الاوقات ده، خلي بالك الحاجات دي كلها لو 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 اللعيبه بتبقى يعني فعلا عايزه ترد، دايما ترد في الملعب. يعني دايما صح. انا من وجهه نظري انت لو افضل رد على اي واحد سواء بقى اعلامي او سواء خلال الملعب او سواء مش عارف، انت ترد دايما ردك يكون في الملعب، دايما ردك يكون في الملعب. وزي ما قلت لك خلينا في وقت من الاوقات هتلاقي الطالح وهتلاقي الصالح، وهتلاقي زي ما قلت لك اني مقالات الكوميديا اللي احنا دايما بنشوفها على اليوتيوب والكلام ده. خلينا نضحك يا ابو الكباتن، الوضع طبيعي. انا قلت لك لو ما فيش الكوميديانات دي مش هيشتغلوا، مش هيشتغل يعني صح. يعني الناس دي مش هتطلع ولا تشتغل. ايا كان معلش يا احمد انا عايز اخدك في نقطه ثانيه برضو. انا محمد عبد المنعم، هل شايف ان هو قريب، محمد عبد المنعم استوبر النادي الاهلي السرد باك النادي الاهلي، شايف ان هو قريب من، هو طبعا مش شبه وائل جمعه في حاجه، ولكن اقصد ان هو انت خليني لا او النبي انا عايزك دي تحديدا. هو احسن من وائل جمعه طبعا. هتزعل مني وائل يا عم؟ لا وائل لا طبعا وائل يعني قعد يلعب لغايه كام سنه يا عم؟ ده بطلنا كلنا يعني، وائل خلانا نبطل كلنا وبعدين لاعب كمل اهو. لا طبعا وائل جمعه طبعا لعيب كبير، وانما محمد لا بهزر طبعا محمد عبد المنعم كمان لعيب من اللعيبه المميزه جدا جدا. وبعد كده
سريع وخفيف هو هو يختلف، هو عنده يعني وائل كان بيمتاز بحاجات ومحمد بيمتاز بحاجات، كل واحد طبعا. لما الاثنين لعيبه مميزين جدا جدا. محمد كمان من اللعيبه اللي اثبتوا في المكان ده ان 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 ان, إن هو من اللعيبه المميزين جدا جدا جدا. بيختلف، هو مش شبه وائل على فكره، يعني هو هتلاقي محمد كمان عنده كورته حلوه. مفيش شبه وائل. نعم؟ مفيش شبه وائل. لا وائل لا طبعا، وائل ده عشرة العمر طبعا طبعا. بس كمان عبد المنعم من اللعيبه المميزين، ومن اللعيبه اللي بتثبت بوجودها بشكل كبير. لعيب كمان مش من اللعيبه اللي سهل ان هو يتقص. بس يعيب محمد حاجة واحدة بس، ايوه، ان في وقت من الاوقات البوزيشن بتاعه ده بوزيشن ما ينفعش ترقص كتير، ما ينفعش ان انت تغلط فيه كتير. تغلط فيه، صح، ماشي. يعني ما ينفعش انك انت يبقى فيه فلسفه كتير، انما هو يعني في وقت من الاوقات ممكن بيبقى مثلا عايز يعمل حاجه، لان هو خلي بالك، يعني دايما انا شايف ان عمنا امكانيات لعيب نص ملعب مش ستوبر. فهو تحس ان هو صعبان عليه ان هو اتحط في المكان ده. أيوة، لان هو امكانياته الفنيه اعلى من حلو التشبيه ده والله، صح، هو نفسه صعبان عليه ان هو بيلعب ستوبر، صحيح. ايوه ما انا بقول لك، يعني هو فتحس ان هو ايه، طب انا عايز اطلع الابداعات بتاعتي، انا عايز يعني مثلا محمد في وقت ما تلاقيه يباصي وبيباصي الناحيه الثانيه، هو الحاجات اللي هي بتاعت عارف انت فطبعا، انما هو لا طبعا اكيد طبعاً. اكيد طبعا لعيب من اللعيبه المميزه، وفاق مع النادي الاهلي في الحته دي كمان بشكل كبير، وفرق مع مصر كمان. اكيد هو موجود أكيد دلوقتي بيلعب. والماتش كام معلش؟ احنا كسبانين 2-1. طب الحمد لله، ده اصل صلاح ضيع واحده يعني غريبه جدا. لا بس كسبانين دلوقتي الحمد لله 2-1، بس الاداء مش افضل ما يكون، بس اهم حاجه طبعا النتيجه في وقت من الاوقات، لان المنتخب الاهلي عامل علينا كمان مباراه كويسه. يعني نتمنى ان شاء الله ان طبعا يعني كل التوفيق اكيد للمنتخب، لان في الاول وفي الاخر احنا بنبقى سعداء لما منتخبنا كمان بيحقق نتائج كويسه وبيحقق نتائج طيبه. وسعيد والله كمان اسلام بالمداخله معاك، وان انا ابارك لكل جماهير النادي الاهلي اكيد من خلال قناه النادي الاهلي والمجلس ادارته، وللعيبه كمان اللي هم بذلوا مجهود كبير جدا جدا جدا، وكل التوفيق ان شاء الله باذن الله للجميع فيما هو قادم ان شاء الله. انا اللي بشكرك جدا جدا نجم كبير كابتن احمد حسن على وجودك معانا، وشرف لينا ان حضرتك تكون معانا على الهواء مباشره. شكرا جزيلا يا نجم. شكرا جزيلا لكابتن احمد حسن نجم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني السابق. الحقيقه